يعني يا عم البلبع هو كده مش يعني الشارع من حاجه غاليه وده غاليه انا مواطن حصى على طه حاجه غاليه حد اللي جه حصوا عصام شرف جه هنا وما عملتش حاجه قال لك انا هعمل وهعمل لو انتوا ما عملتوش ابشروني لو انا ما عملتش حاجه ابشروني بعد كده اهو ما عملتش حاجه عصام شرف عامل ما عملتش حاجه الله كده يتشال بالطريقه دي شو ما عملتش حاجه ذنب الناس القعده ديت القعده دي اللي معتصم ديت وهو يتشال ما ينفعش هو ما عملش حاجه هو ما عملش حاجه بسم الله الرحمن الرحيم اشرف مرتضى جابر من الاسماعيليه من ضمن المصابين في ثورة 25 يناير يوم موقعة 28 اللي هو جمعة الغضب ومن ضمن المعتصبين اللي هنا انا اعتبر مصاب انا اعتبر مصاب بس انا يعني في الاول وفي الاخر انا ما بدورش على حق رجلي اهي من ضمن العربات اللي هي الدبلوماسية اللي كانت يوم 28 اللي دست علينا انا اللي اشعر جسمي بجد الناس اللي يعتبر مخوخها جت تحت العربيات انا لا اعني اي شيء بالنسبة لهم انا كنت اتمنى ان انا اموت اصلا شهيد وما عادش الا لسبب واحد لان يعتبر دلوقتي مع يعني فين الثور ما كملتش انا دلوقتي معتصم بقالي 15 يوم يوم 8 من يوم 8 احنا معتصمين هنا وبنطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه بنقول له اللي انت بتعمله ده هيعمل مشكله جامده اللي انت بتعمله ده يا مشير اكبر غلط دلوقتي عصام شرف اما اخد شرايطه من وسط الميدان اخدها هنا وطلع على المنصه واقسم يمين ان خلال شهر واحد على الاقل نص المطالب هتتنفذ يا عصام شرف دلوقتي خان الوطن عصام شرف دلوقتي خان الوطن واحنا بنقول لعصام شرف من اشرف لك اشرف لك اشرف لك يا دكتور عصام اشرف لك انك تقدم استقالتك اشرف كتير دلوقتي بنطالب بالمجلس العسكري ان احنا هيتم من داخل الميدان مجلس رئاسي انتقالي مدني ليحكم البلد دلوقتي في الحقنه دم الشهيد ما راح فين ما خدناش هون حسن مبارك احمد عز جمال مبارك علي مبارك الناس اللي كانوا في سيدين 30 سنه احنا بنطالب المجلس العسكري دلوقتي بان يرجع سكناته تاني ويبقى في مجلس رئاسي انتقالي مدني